كمان مع التابلو دي شارجان ديريكت باش نبداو توا التابلو دي كوداشا ومن غادي كودو برودكسيون اتسيتيرا باهي اي سي دي دونك ديما توا هنا الكوداشا هو باش نحكيو احنا في الكوداشا على الماتير بريمير يقول لي هكا ولا دونك لا كونتيتي باش تكون هاي. ديما لا كونتيتي اشتي باهي احنا قد شرينا من الكيلو ام ان شرينا 75,000 75 دونك هاني الفوق هنا جيت كتبت 75,000 كيلوغرام وفي الام 2 يظهر لي 50,000 50,000 باهي هاي باباي كل تابلو نتا كو يا عزيز نمبورت كيل تابلو كو داشا كو دو برودكسيون كو دو ريفيان ديما يبدا بشارج ديريكت شارج ديريكت في الكو داشا شارج ديريكت سي لو بري داشا دونك بري داشا اغزل لي هنا هنا عندي كولول كونتيتي ولا راهو ديما سنس روحك عزيز يكون كومبليت تحكي حبيبي تتحكي كيفاش تحكي انت باش تقول سيدي انا قديش من كيلو شريت في الام اي معناتي قديش من كيلو شريت 75,000 عطاني سوم الكيلو ولا نتاع الكل عطاني سوم الكيلو سوم الكيلو شي في الكوينيتير نحط 5 دينارات ها هيك اوكي دونك اش باش نعمل كونتيتي فو كونيتي باش تعطيني مونطون توتال باش يطلع لي سيدي البيعه 375,000 دينار هاي هاني سهلت عليك باهي خليك اغزر دو بريفيرونس ديما عزيز التابلوات نتاع الكو اخدمها بالسر اخدم بالسر ديما بالسر هاي تعدي لي للام 2 توا انت قد شريت من كيلو في الام 2 50,000 مسيو 50,000 اعطاني سوم الكيلو ولا نتاع الكل الكل عطاني الكل خاطر قال لي مادام عطاني الكل فوالا مادام قال لي فالو معناها سوم الكل دونك شنو نحطو في المونطون توتال 275,000 ونقصو برافو عليك فوالا باش تعطيني 5 دينارات و500 حوت عليك وندي باهي شوف يا بابا توا تحط في مخك حكايه باهي مادام نتعدينا بار لا سويت للشارج ان ديريكت مو تعدينا شارج ان ديريكت دونك تعدينا الشارج ان ديريكت ما فماش ألف بلاصه نمشيو لها راهو هي بلاصه واحده دو شارج انديريكت فوالا معناها تعرف كيفاش انقض علينا هذايا ها قدامنا التابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت ريتو من الاربع كعبات هذوك ما لي كاتر سيكسيون هذوك ما هاي باهي اني منهم اللي باش نستعملها في الكوداشا نتاع لابروفيزيونمون لابروفيزيونمون يعطيك صح لابروفيزيونمون باهي المقدار نتاع الكلفه اللي باش نقسموه قداش الفلوس اللي باش تقسمها قداش 56,000 لا 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 فلوس لازم. فلوس فلوس اللي باش تقسم الفلوس اللي باش تقسم قداش ما بين الماتير بريمير الاولى والثانيه 13,000 13,000 13,000 يعطيك صح معناها اغزر لي لهنا انا باش نقسم ال 13,000 هذيا تبعها شويه الحكايه بالالوان باش نقسمها ما بين الام 1 وما بين الام 2 سور كيل باز على اي اساس سولون كيل كلي دو ريبارتيسيون هنا ما غير برشا تخمام ديريكت تنقز وغزر للناتور دو نيتي دوفر الناتور اش قال لك الناتور قال لك 100 دينار داشا هذاك الميزان اللي باش تحكر به الميزان اللي باش تقسم به قال لك يا سيدي 100 دينار داشا هكا ولا باهي تو انت خادم الخدمه كل متفقين ومحضر جوك باهي لهنا محضر كل شيء اما احسب روحك نسيت هكا نتبهنسوا شوي ونحسبوا روحنا نسيت شو باش نعمل في الحاله هذه وانا حاجتي بالام ان السؤال هو بيدو نعاود نساله لكن نساله ان طونك ام ان شو معناها في الام ان قديش فما من 100 دينار في ليزاشا في الام ان قديش من 100 دينار في ليزاشا انت كي ترجع شويه للتابلو ايش فيها فيه 3750 صح 3750 معناها باش نجي نكتب هنا 3750 ركز معايا امشي للام 2 واطرح على نفسك نفس السؤال قديش فما من 100 دينار في ليزاشان تاع الام 2 فيها 2750 يعطيك الصحه 2750 برافو على ولدي هاي اغزل لي ولدي باهي شوف عزيز انت توا يا بابا كي باش تجمع لي 2750 مع 3750 هذا سيدي شنو باش يعطيك يلزم يعطيني نومبر دونيتي دوفر صحيت نومبر دونيتي دوفر اي اغزل لي يا بابا تو
على كل 100 دينار في لي زاشا، على كل 100 دينار في لي زاشا قداش ندفع؟ على كل 100 دينار في لي زاشا تدفع زوز دينارات. زوز دينارات، توك حطينا زوز، اك زوز هذيك شنو هي توا سيدي؟ هذيك سي لو كو دونيتي دوفر، كو دونيتي دوفر، هايك هاي هيك الزوز دينار هذيك. انا فما كلمه نقولها للتلاميذ بتاعي ساعات يضحكهم، نقول له ممكن انت قسمت النومبر وحطيت الكو دونيتي دوفر في الوسط، تو وحده وحده بايت كل واحد من الفلوس تطلع، بايت كل برودوي من الفلوس تو تطلع وحدها. هاو كيفاش باش يجي نعمل كيما هكا 3750 في 2 دونك هذه باش تعطيني 7500، 2750 في 2 باش تعطيني 5500. توا سي عزيز كي نجمع انا ال 5500 ومعاها 7500 قد ايش تعطيني؟ تعطيني 13000. 13000 دينار، يعطيك الصحة. اللي فهم توا السيكسيون ابروفيزيونمون كيفاش قسمنا يزم يعاود يطبق نفس الحكايه اشاك فوا، في كل مره تتعلق الامر بالشارج ان ديريكت، راهو البرنسيب هو نفسه مش باش يتغير، اللي باش يتغير كل مره سي لا ناتور دونيتي دوفر. هكا ولا سي عزيز؟ اللي يتبدل كلهم الجماعه راهو الناتور، مي التكتيك نتاع الخدمه هو بيتو. باهي هاي سيدي اغزل هنا تو امريك للامور. انت تو سيدي باش تحسب لي الكود اشا، باهي الكود اشا نتاع قداش من كيلو ام ان؟ نتاع 75 كيلو، نتاع 75000 كيلو. هاني كتبت 75000 كيلو. ال 75000 كيلو هذوما تو شو تكلفوا عليك؟ كلفوا عليك السوم تاع هذا الزوز ايش نجمعوه باش تعطيه 382500 صحيت؟ أقسم مع الكونتيتي باش يعطيك 5 دينارات و100. هاي كمل لي مع الاخرى في الام 2 الكونتيتي قداش؟ كونتيتي كونتيتي 50000، كونتيتي اشتي 50000. باه باش تمشي تجمع لي المونطون هاك ولا باه باش تعطيني 280 و500 نقسموها على الكونتيتي باش تعطيني 5 دينارات و610. توا سي عزيز هذا اللي تشري جديد، اللي تشري جديد باش يتخلط، باش يتخلط مع ستوك انيسيال. فوالا سهله الحكايه، مادام باش يتخلط مع ستوك انيسيال مش نولي في حيره انا، زعما خرجت من القديم زعما خرجت من جديد، باش نفضها شو نعمل؟ نحسب موين اريتميتيك ما بيناتهم اللي هي كركموب، باش نفضها الحكايه مو مادام باش يتخلط. ما سيدي ناخذ اللي شريته جديد مع ستوك انيسيال وما بيناتهم نخرج موين. باين قداش عندي ستوك انيسيال في الام ان؟ في الام ان سيدي عندي 5000. اعطاني نتا كيلو ولا نتاع الكل؟ نتاع الكل يا مسيو، خاطر قال لي نتاع الكل صحيت فالون 27500. كي تقسمها على 5000 باش تعطيك 5 دينارات و500. باهي اتعديلي للام 2 قداش ستوك انيسيال؟ 2000. 2000 اعطاك نتا كيلو ولا نتاع الكل؟ نتاع كيلو، نتاع كيلو، نتاع كيلو عطيتها في الكومينيتير 2000 في الستة باش تعطيني 12000 دينار. برافو عليك. تو اغزل يا عزيز شنو باش نعمل؟ باش نمشي ناخذ كونتيتي مع كونتيتي، فالور مع فالور، كونتيتي مع كونتيتي، فالور مع فالور، كيما الام 1 كيما الام 2 ونحسب مجموع الكونتيتي 80000. اوكي مجموع الفالور 410000. ترى نثبتوا الحساب اللي هو حطوه لنا صحيح ولا غلط؟ مش احنا صحاح ولا غلط، هو صحيح ولا غلط. دونك باش نعملوا 410000 ونقسموه على 80000 باش نلقى يا سيدي 5000 5 دينارات فاصل 125. هيا هو طلع صحيح هو. باهي باهي الكونتيتي سيدي، الكونتيتي في الام 2 المجموع 50000 فوالا المونتون توتال 292500، نقسمها سيدي على الكونتيتي باش نلقى خنثبتوا له حسابه، هو لقى 5.625 دونك حسابه طلع صحيح يا سيدي. باهي المقصود تو هنا تو عزيز حبك تسمعني مليح. شوف يا بابا اكرين حطيتهم في دوره اللي هما الكموب، انتم ما تعرفوا الكل اللي هو الكموب. شو المقصود به يا سيدي؟ المقصود به انه كل كيلو ام ان
اسمع مليح، ها، كل كيلو ام ار قاصد ربي خارج من الدب وماشي للمعمل باش يخرج بيكو داشا كلفة شراء 5 دينارات و125، اللي هي المعدل ما بين القديم والجديد. صحيح. وكل كيلو ام 2 خارج من الدب وماشي للمعمل يخرج بكلفة شراء 5 دينارات و625، اللي هو الموين قلنا كيف كيف ما بين القديم والجديد. هاللي دو فالور هذوما باش نستحقوهم باش يصلحوا لي وقت اللي نتعدى من بعد بار لا سويت للتابلو تاع الكو دو برودكسيون. زيد كمل معايا الكو دو برودكسيون. بيسيرش مسيو فهمت ماشي. افيك بليزير يا بابا. باهي احنا توا سيدي باش نتعدى للتابلو تاع الكو دو برودكسيون. اي مادام نحكي على كو دو برودكسيون صا عزيز، اول حاجه حط في مخي راني نحكي على البرودوي فيني اللي هما لهنا الا والبي. باهي هذا دو بار. دوتر بار الكونتيتي اللي باش نحكي عليها هي الكونتيتي اللي تصنعت، يعني باش نحكي على الكونتيتي برودويت برودكسيون. صحيح هاي نعمل عليك توا عزيز ترى باش تشوف لي الكونتيتي اللي تصنعت قداش. باهي في الأ عملنا 15000 يونيتي كيكا. حط يعطيك الصحة ودي، في الأ صنعنا 15000 يونيتي، برافو عليك تري بيان، صنعنا 15000 يونيتي. وفي البي عملنا 12000 يونيتي، خارق العادة، يعطيك صح 12000 يونيتي. يا سلمى وينك؟ ما دوخش يا سلمى، فيق يا سلمى ما دوخليش، مساسة تكتب وتجاوب معايا توا ما فماش ريحتك. باهي، أيا سيدي، باهي اغزل لي توا، هنا عزيز نحطوا في بالنا حاجة. أي إنه راهو اللي شارج ديريكت وان ديريكت اللي باش يعرضوني من بعد الكل، راهو نتاع شنو؟ نتاع 15000 كعبة أ و 12000 كعبة بي، هكا ولا بي؟ كل تبلوم تكو صديقي، كل تبلوم تكو اول ما يبدا باش يبدا يبدا بالماتيير بريمير كونسومي. ماتيير بريمير كونسومي هنا توا يا جماعه باش تبان لوتيليتي نتاعك التابلو اللي عملناه. احنا ديجا ريت كي جينا للكود برودكسيون اللي بالنسبه للتلامذة الغول اللي يخوف اصعب تابلو يقول لك ديما التابلو تاع الكود برودكسيون. انا باش نخدمو علاش هنا ونقول لك علاش علاش. انا محضر دنيتي كل. انا هذا بالتابلو هذا محضر اموري كل. كيفاش سيدي ترى؟ انا سيدي حاسب لكم يا جماعه من الاول اش قلت لكم؟ قلت لكم ال 15000 ال 15000 كابا استهلكوا 37500 كيلو ام ا واستهلكوا 22500 كيلو ام 2 وعداو 3750 ساعه في الاتري الاول و 11250 ساعه في الاتري الثاني. بالنسبه لل 12000 كعبة بي استهلكوا 36000 كيلو ام ا و 24000 كيلو ام 2 وعداو 6000 ساعه في الاتري الاولى و 9600 ساعة في الاتولي الثاني. انا حساباتي واضحة حاضرة امورها مريقلة جوست توا شد مد يا احمد كل حاجة تشد في تشد بلاصتها تاكوردو. اي كل حاجة تشد بلاصتها. نبداو سيدي. اي سي عزيز باهي معناها هنا ديجا هاي واحدة منهم ديجا هو حطها معناها 15000 فوالا 15000 كعبة استهلكوا 37500 كيلو ام اي باش تخرج كو اونيتير توا 5.125 اللي هي شنو هي لهنا؟ اللي هي سيدي ريكوموب بونديري نتاع الام ا حوت على وندي. دونك هنا باش نعمل من بعد كونتيتي فوا كو اونيتير هذا يا سيدي باش يعطيني 192187.5. باهي اي خليك تخدم بالسر. بستر الكونتيتي في البي اتو انا خدمش ما نقعدوش ماشيين جايين للتابلو 36000 باهي قول لي في الكونيتير قداش نحط؟ 5.125 خاطر نحن نخدموا في الام ار. يعطيك الصحة برافو عليك يسلم قرايتك ويعطي الصحة للي قرك. احنا مزلنا في الام ار ما خرجناش منه. احنا مازلنا في الام ار ما خرجناش منه، يعني الام ار سوا مشى للا ولا مشى للبي باش يخرج بنفس الكلفه. التلامذه راهو ها 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 يا ملك
مالك مش 5.625، راهي هذيك الكو يونيتير موان بوندري نتاع الام 2. احنا كيما قالك تو عزيز رانا مزلنا في الام ا بنتي، مزلنا في الام ا ما خرجناش منها. يعني الام ا سوا ماشيه للبرودوي ا ولا ماشيه للبرودوي بي، راهي بنفس الكلفه بنفس الكوداشا بنفس الكموب اللي هو 5.125 كيما قال لك عزيز. دونك مالك رد بالك من الاستيوس هذه، هذيك كي نتعدى الام 2 وانت ذكرني فيها. دونك سي عزيز هنا باش يعطيني 184 و500، 184 و500 كي نضرب كونتيتي في الكوينيتير. نتعداو للام 2 توا عزيز، ال 15000 كونتيتي اوغزولي 15000 كعبه استهلكوا في الام 2 22500 كيلو. اي نضربوه الكيلو توا بقداش؟ 3.625. لا خمسة عزيز، 5.625 برامو مش وضحت لك مليح. 5.625 فوالا. دونك هذا سيدي باش يعطينا 126000، 126000 562.500. وبالنسبة للبي 24000 كيلوغرام، اي الكيلو قداش؟ بخمسة فاصل 625 كيف كيف فوالا. خطرنا في الام 2. دونك ملك اتفقنا بنتي في الفازة، احنا كيما قالك رانا توا في الام 2 وقتها تو نحكي على 5.625 متفقين. مرام قالت لي 22500 منين جبناها؟ منين جبناها بنتي؟ انا ديجا محضر روحي راهو قبل كريت التابلو هذا. علاش قعدنا فوالا ريت علاش قعدنا نتا نوسعوا في بينا في التابلو هذا باش تبدا الامور كل واضحه. معناها باش نبدا انا ديجا محضر روحي الماتير بريمير كونسومي السوايع الدنيا كلها. تراه ثبت شويه عندك، كان عندك وريقه بريون والسيري ماكش خدمتها، نقل عندك من توا اللي 15000 كعبه باش يعديو 3750 ساعه في الاتوري الاول و11250 ساعة في الاتولي الثاني، وكل 12000 كعبة بي باش يعديو 6000 ساعة في الاتولي الاول و 9600 ساعة في الاتولي الثاني. دونك خليها هذيك قدامك، نقلها توا في البريون خاطر عزيز ما شاء الله عليه الرحمة ليه. مش قاركم الشوق وطالع هابطا. باهي هاي سي عزيز كمل. هاي هاي اخويا احنا تعدينا الاتولي الثاني توا. باهي اوكي باش ما ندوخوهمش معانا، هاتو نخرجوا الدوني خاطر يظلوا باش يستحقوا سوم الساعة في اللاتولية. احنا باهي هاي باباي في اللاتولية الثاني توا عزيز، في اللاتولية الأولاني سامحني اكل 15000 كعبة هذوك عداو يا سيدي 3750 ساعة. باهي هاي سوم الساعة في اللاتولية قداش؟ 3000 مشي 3 دينارات صحيتي ما تدوخهمش عاد. قل لهم راو انت هنا هاك في اللاتولي الاولاني اقرا دون مانيير توا فيرتيكال تلقى سوم الساعه في اللاتولي الاول 3 دينارات وما تدوخوناش. هاو اللاتولي الثاني اقرا دون مانيير فيرتيكال سوم الساعه في اللاتولي الثاني 4 دينارات. ذاك علاش عزيز قال لكم يا سيدي حطوا 3 دينارات هنا ذاك سوم الساعه. دونك هذا في هذا باش يعطينا 11250 دينار. وبالنسبه لل 12000 كعبه بي في اللاتولي الاول عداو 6000 ساعه صحيت سوم الساعه عزيز كيف كيف 3 دينارات خاطر هو نفس السوق وخاطرنا في اللاتولي. برافو عليك صحيت يا بابا. دونك سيدي هذا باش يعطينا 18000 دينار. توا بابا تعدينا اللاتولي الثاني اكل 15000 كعبه ا عدى 11250 ساعه سوم الساعه الواحده ب 4 دينارات فوالا. هذا سيدي باش يعطينا 45000 دينار. بالنسبه لك ال 12000 كعبه ا عداو 9600 ساعه في اللاتولي الثاني سوم الساعه الواحده 4 دينارات كيف كيف. هذا سيدي باش يعطينا فوالا سوم الساعه هو بيدو باش يعطينا 38400. به توا سيدي اكل اخو ماذا اللي اجمع كلها يخافوا منها اللي هي شارجان ديريكت. به
بشوية بشوية عزيز نوسعوا بيننا مع الجماعة. سيدي احنا كي نستحق شارجان ديريكت دابور ما غير برشا تخمام وين يزمني نمشي شارج ان ديريكت وين يزمني نمشي عزيز به عزيز ابارمون عنده مشكلة في الصوت. عزيز قص عليك الميكرو. عزيز معايا بابا هاي نسمع فيك. خمسة على خمسة هاي باي باي تو في شارج ان ديريكت قلت لك وين نمشيو باي تو نمشيو تابلو دو ريبارتيسيون شارج ان ديريكت باي يعطيك الصح نمشيو نمشيو اللي باش يسحقونهم الزوز هما لا تولي ان ولا تولي دو هكاك هاي ابدا لي سيدي باللا تولي ان الفلوس اللي باش تتقسم قداش الفلوس اللي باش تقسموها ترى 14625 حوت عليك باهي على اي اساس صار سور كيل باز على الاور دو مان دوفر اور مان دوفر اي ما تزربهمش الجماعه حبه حبه ما ندوخوهمش قلنا قلت لي 14625 يعني الفلوس اللي باش نقسموها هي 14625 باهي قال لكم الناتور هي اور ماندوفر انت بجي تسال روحك سؤال بسيط برشا ال 15000 كعبه قداش عداو من ساعه في اللاتولي الاول 3750 ساعه ال 12000 كعبه بي قداش عداو من ساعه في اللاتولي الاول 6000 ساعه يعني انا ديجا توا توا عزيز كي نجمع هذا مع هذا شي زمو يعطيني يعطيني نومبر دونيتي دو نثبتهم ترى 3750 ومعاهم 6000 يلزم النومبر نلقاه 9750 هاوك هاوك 9750 هاك 9750 تشوفوا فيها 9750 باهي على كل ساعة عزيز قداش ندفعوا يا بابا 1.500 برافو عليك 1.500 معناه انا توا باش نرجع لهنا وفي الوسط باش نحط دينار و500 هكاك اي ولهنا زاد كيف كيف دينار و500 ومن بعدك الكلمه توا نتاعنا اللي استنسنا بها وحده وحده تو يطلع باي كل واحد من مونطون قداش الاول بايت وطلعت 5625 والثاني بايت وطلعت 9000 كي تجمعهم الزوز مع بعضهم قداش يعطيوك توا عزيز يعطوني 14625 مش قلت لكم يا عزيز الرحمه لا ماركو كومبلي هاي والله عندك انت قسما بالله ما فما حتى مشكل يا بابا هاي امشي لي لاتوري ثاني الفلوس اللي باش تقسم قداش باهي باش تقسم 13500 الميزان اللي باش تقسم به باهي يونيتي فابريكي حوت عليك على كل يونيتي فابريكي قد باش تدفع فاصل 500 مش واضحت لك برشا فاصل 500 باهي اوكي هاي الكلام هذا باش نرجعوا نطبقوا هاي قلنا الفلوس اللي باش تقسم الفلوس اللي باش تقسم هي 13500 على اي اساس على اساس اونيتي فابريكي نجي نسال روحي سؤال بسيط قداش فما من اونيتي فابريكي في الأ 15000 قداش من اونيتي فابريكي في البي 12000 فوالا توا كي تجمع زوز هذوك مع عزيز شي لازمك تلقى اوكي نجمعهم لقاو 13500 لا هو نوبر لا 27000 اللي هو نوبر دونيتي دافر هكاك هكا ولا باهي في الوسط يجي من نحطو اكس 0500 هكاك اللي هي الكو دونيتي دافر هاي شوف يا بابا توا وحده وحده بايت كل واحد باش يطلع الاول بايت وباش يطلع 7500 الثاني سيدي بايت وباش يطلع 6000
كي تجمع 6000 و7500 باش تعطيك عزيز؟ باش تعطيك 13 13 و500 تاكسون. دونك المونطون تاع الشهر تقسمت ولا متقسمتش؟ قسمت سي بو قسمت وجوك باهي خارق العاده. كملت من اللي شارج ان ديريكت يعطيك الصح باش تتعدى تحسب لي لو كو دو برودكسيون. كو دو برودكسيون تاع قداش بالكعبه؟ صنعنا 15000 يونيتي. 15000 هاني في الكونتيتي حطيت 15000 برافو عليك. بعد نجمع لي مونطون كله فوالا لي مونطون كله يطلعوا 388 125 ديفيزي بار 15000 دونك باش تعطيني 25.875. دو ميم نفس الحكايه في البي اي بري الكونتيتي 12000. بون يظهر لي هنا فما مونطون سيني ها هنا هذه 135000 هاي نسيني هاي مش مشكلة هاي. دونك هنا نجمع التوتال نجمع هنا التوتال باش يعطينا 390 و900 باش تقسمو على 12000 باش يعطيك 32 هاون هنا بدلو لو كولور دونك باش يعطينا 32.575 خارق العادة باهي. توا هذا اللي تصنع جديد باش يتخلط مع شنو عزيز؟ مع ستوك انيسيال. مع ستوك انيسيال اللي هما 2500 اوكي. عطاك عطاك الكل فم تاع كعبه ولا نتاع الكل؟ عطاني لح نتاع الكعب اللي هي 25 اوكي. بعد كونتيتي فوا الكو يونيتير شاتيك 62500 باهي. بالنسبه للبي ستوك انيسيال 1500 عطاك تاع كعبه ولا نتاع الكل؟ نتاع كعبه نشوف تاك كعبة 27.400 التوتال سيدي باش يطلع 41.100 وبعد تو سامبلومون باش نعملو باش تجمع كونتيتي مع كونتيتي فالور مع فالور كونتيتي مع كونتيتي فالور مع فالور دو بوان دو في كونتيتي ولدي باش يطلعولك 17500 يونيتي اوكي. المونطون توتال 450 625 كي نقسم على الكونتيتي نلقى 25.750 يعني كل يونيتي من الأ كي تجي قاصدة ربي للبيوع تخرج بكلفة إنتاج كلفة إنتاج 25.750. نكملوا مع البرودوي الثاني دونك كونتيتي مع كونتيتي باش تعطينا 13500 فالور توتال 432000 غنثبتوا له خدمته صحيحة ولا غلطة كي نقسم أي طلع صحيح في خدمته سيدي طلع 32 دينار يعني okay. كل كعبة من البرودوي بي باش تخرج بكلفة إنتاج 32 دينار. يعطيك الصحة عزيز افيك افيك بليزير سمعت صوتك و فريمون سي بون ريغل الأمور فاهمها البارتي هذه يعطيك الصحة بابا باش نقص عليك ولا اليوم شوف الدوار هاولدي مانيش فاهم الكو بارسيال خدمت كالكو كوم وخدمت نتاع إلى الله محمد رسول الله حسيتو خليت الكو بارسيال ما خدمتوش والبينوم ما خدمتوش خساره خرجت عرفتها كلي مش فاهم انا نكلم سي عربي تنقول له انا يعمل لنا حصه يا اخي بالزاي هاو ديجا احنا وعندنا هاو عندنا بارتي كو بارسيال تو نحكيوا عليه الموضوع اي مريك عايش كي صح يا عزيز افيك بليزير يا باباي باي سيدي شكون يحب يكمل معايا الكو دو ريفيان ترى الكو دو ريفيان سيدي شكون يكمل معنا ترى اقتراحات السيدي امنا بيه يا سيدي امنا على اسم بنتي هاي سيدي امنا امنا راح الميكرو من عندك امنا ديجا حليت لك شوي عسام امنا امنا جوست حل الميكرو من عندك تحل راه وبعد عاود سكرت ودار فيك حل ترى عسام امنا بحلو سي بون ميكرو امنا ميكرو محلول راو برامو عندك اشكال صغير امنا بي هادي ترى ولو انه كلهم اولاد اليوم السيدي هاي ميساش نتحيز شوية الاولاد مساسين تبارك الله البنات مش مقصرين هاي سيدي هادي هاي عسامة هادي عسلام صباح وندي الحمد لله لاباس اول مره معانا اول مره
اي ان شاء الله ما تكونش اخر مره. مرحبا بولدي، فهمتي على الاقل البارتيات اللي فاتوا. اي والله فهمت قبيل خدمت نلقى عندي غلطات انت عارف انت سوء تركيز وكا ميساج نباس بابا، قدرة ربي مريق الامور. اي ان شاء سيدي الله. باهي، باش تكمل معايا توا معناها تو فا ماسيستي في اللي بقى. باهي اغزولي سيدي، نحن توا باش نتعداو للتابلو نتاع الكود روفيان. دونك احنا كي نقولوا كود روفيان، ديما الكود روفيان يتخدم على الكونتيتي اللي تبعت، صحيح ولا لا؟ معناها جينيرالمون كي يقول كود روفيان راني باش نخدم على الكميه اللي تبعت، يعني على الكونتيتي فوندو. باهي احنا قداش بعنا من كعبه ا؟ 6500 في الأ. 16500 في الأ، بعنا 16500 في البي. في البي 12300. 12300 صحيح، برافو عليك. اي باهي، الكو دو روفيان كيف وكيف اي كو ديما باش يبدا، يبدا بالشارج ديريكت. اول وحده فيهم شو يقول لك يا سيدي هنا؟ كو دو برودكسيون دي زونيتي فوندو، كلفه انتاج. اسمع هي واضحه حتى كي تعود هكا بالعربي، كلفه انتاج اللي بعناه. باهي نحن في الآ صديقي قداش بعنا من كعبه؟ بعنا 16500. باهي انساها اللي مكتوبه هذيك، خلينا نثبتوا روحنا خدمتنا صحيحه ولا. باهي كل كعبه قداش تخرج من الكود برودكسيون؟ كل كعبه آ كل كعبه يلزمني نرجع هنا، يلزمني نرجع نورمالمون للكموب هايك ولا. والكموب اللي نلقاه فين؟ باش نلقاه في التابلو تاع الكود برودكسيون هاكا ولا ترى ثابت معايا هاي؟ هاو التابلو تاع الكود برودكسيون، قداش الكموب نتاع كاب ا؟ 5750. هاو الوحي طلعت خدمته صحيح. باهي باهي اغزر لي، وفي البي، في البي احنا بعنا 12300 كعبه. 32 الكعبه قداش تخرج كوم كود برودكسيون؟ صحيح 32 فوالا بالكميوب. دونك يولي هذا في هذا، دونك باش يعطينا سيدي هنايا فوالا، باش يعطيني دونك هنا كود برودكسيون دي زوني فوالا 424 875. بالنسبه للبي 393 600. باهي هاي يا سيدي، تو باش نتعداو برا سويت للكوميسيون. هذا اللي ما فهمتهاش في الكوميسيون. هاي يا سيدي واش قال لك هو؟ اسمعني مليح وهاتوا نترجموها بشوي بشوي. اخزي اش قال لك يا سيدي؟ هو قال لك كوميسيون، اسمعني مليح، كوميسيون 5% البري دو فونت بار اونيتي فوندو، يعني على كل كعبه بعناها، على كل كعبه بعناها. احنا قداش بعنا؟ بعنا 16500 هكا ولا؟ في الأ بعنا 16500، في البي بعنا 12300. بالنسبه للاش قال لي هو؟ قال لي رانا باش ندفعوا كوميسيون 5% من سوم البيوع على كل كعبه. احنا توا الكعبه قداش نبيعوها؟ نبيعوها ب 35 دونك شو يولي هنا؟ يولي الكوميسيون، الكوميسيون بار اونيتي، كوميسيون بار اونيتي فوندو. كانك في الأ باش نعملو 35 و 5 باش تلقى اللي هي تطلع دينار 750 فوالا. وبالنسبة للبي احنا الكعبة نبيعوها ب 40 دينار، دونك باش نعملو كيف كيف 40 في 5 على 100 سيدي باش تلقى 2 دينار. دونك شحال بيقول لهنا؟ حاب يقول اللي عندك شوية بارازيت راهو. دونك حاب يقول اللي حاب يقول اللي على كل كعبه بعناها دفعنا كوميسيون دينار و750 في الأ وزوز دينارات في البي. توا باش نعمل كونتيتي فوا الكو يونيتير باش تعطيني هنايا 28875 بالنسبه للأ، و 12300 فوا 2 باش تعطينا 24600 بالنسبه للبي. هاي توا سيدي باش نتعدى بار لا سويت للشارج انديريكت. باهي كل ما يتعلق الامر بالشارج انديريكت وين يلزمني نمشي؟ وين يلزمني نمشي ترى؟ تابلو دو ريبارتيسيون، تابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، هاو تابلو دو ريبارتيسيون سيدي.
باهي كيما عملنا مع عزيز من قبل. دونك الموطور اللي باش يتقسم قداش؟ 21600 صحيح. الميزان اللي باش نقسموا به؟ الميزان الميزان اللي هو ناتور دونيتي دوفر. لونيتي فوندو. على كل يونيتي فوندو قد باش ندفعوا كوم شارج انديريكت؟ 750 مليم. 0.750 كما قلت انت. كونكور زولين هنا نفس التكتيك، يعني الفلوس اللي باش نقسموها باش تكون 21600 خليها على جنب التوجيه بطبيعتها. الناتور قال لك يونيتي فوندو، دونك تسال روحك انت سؤال بسيط، قداش فما من يونيتي فوندو في الأ؟ اوكس نلقاهم 12500 بالنسبه للأ، 12300 بالنسبه للبي. توا سيدي كي تجمع هذا وهذا مع بعض وش يلزمك تلقى؟ زوز هذوما تجمعهم وش يلزمك تلقى؟ نومبر دونيتي دوفر صحيح. فلوس شنو باش تحط هنا؟ كوي انا مص 0.750 يور كود يونيتي دوفر لهنا ولهنا. تو بطبيعته وحده وحده يطلع باي كل واحد من مونطون. الاول باش يطلع باي 12375 والثاني باش يطلع بايته 9225. اي وهذوما تو كي تجمعهم مع بعضهم قد باش يعطيك؟ 21000 يعطيك الصحه. وبالطريقه هذيك يكون الموطون تاع الشارج ديريكت اتقسم. باهي هاي سيدي الكو دو ريفيان تو باش نهبط الكونتيتي فوندو نحسب لي مونطون الكل 16500 نحسب التوتال نتاع لي مونطون الكل. دونك هذا باش يعطينا 466125 نقسم على 16500 دونك شاتينا 28.250. الكونتيتي سامحني هادي برشا بارازيت عندك باش نتنزل نقص الصوت ديزولي يا بابا بارازيت برشا برشا راه. باهي دونك نكمل سيدي في البي باش نحطو 12000 اسف يا هادي ما بحق صوت بارازيت كبير. دونك 12300 نعمل التوتال نتاع لي مونطون هذا باش يعطينا 427 و425 كي نقسم على الكونتيتي باش يعطينا سيدي لهنا 34.750. اخر حاجه قالت لنا باش نحسب الريزولتا اناليتيك دونك باش نعمل شيفر دافير موان كو دو ريفيان. دونك باش نحسب الشيفر دافير باش ناخذ الكونتيتي فوندو اللي هي 16500 فوا البري دو فونت اللي هو 35 دونك تعطيني 577 و500. الكونتيتي فوندو في الأ 12300 فوا البري دو فونت اللي هو 40 دونك تعطينا 492 دينار. توا باش تحسب الريزولتا اناليتيك نتاع 16500 كاب هنا فوزافي لو شوا يا اما تعمل البري يونيتير الا الكود روفيا يونيتير وبعد تقسم وبعد تضرب في الكونتيتي كيما هنا باش يطلع لنا 6.750 عملت 35 الى 28.250 عطاتني 6.750 نضربها في الكونتيتي باش نلقى الريزولتا توتال اللي هي 111375. الور كو بالنسبه برودوي ثاني نجم نعمل نفس الطريقه والا شيفر دافير موان كو دو ريفيان توتال باش تعطيني 64575 نقسم على الكونتيتي دونك باش تعطينا هنا ريزولتا اونيتير 5.250 وهكا يكون كمان زاد تابلو نتاع الكود روفيا. هنا نسالكم سؤال بسيط حسب رايكم ان هو لو برودوي لو بلو رونتابل؟ نستنى اجاباتكم. لو برودوي لو بلو رونتابل صحيت يا ميسا برافو ميسا عبد الله. هاي لو برودوي لو بلو رونتابل فدوى صحيت محمد امين عثمان ملاك برافو امنه صحيت. دونك الجماعه الكل سيدي اتفقوا البرودوي الاول. لا يا عمر لا يا عمر رد بالك يا بابا لو برودوي الاول هو البلو رونتابل كيف كيف مولك ابراهيم ردوا بالكم برودوي الاول. علاش سيدي البرودوي الاولاني يخليك تحقق ريزولتا توتال اسمعني مليح 111 مليون 375
الور كو برودوي الثاني يعطيك ريزولتات تاع 64 مليون 575، هي انت في بلاس ونور يساعدك خير، اللي ربحك 111 مليون ولا اللي ربحك 64 مليون؟ بالطبيعه اللي ربح اكثر. دونك هذاك علاش هنا في اخر سؤال وقت اللي قال لي جوجي لا رونتابيليتي، دونك هنا تو سامبلومون شنو باش نقولوا؟ باش نقولوا اللي لو برودوي ا اي لو بلو رونتابل، دونك هنا باش نقولوا اللي لو برودوي ا اي لو بلو رونتابل. فوالا دونك هنا باش نقول اللي لو برودوي ا لو برودوي ا اي لو بلو رونتابل اي لو بلو رونتابل car il a le résultat total le plus élevé. Le résultat total le plus élevé. نجمو tout simplement هنا نقول اللي 111، نجمو tout simplement هنا نقول اللي 111 375 supérieur à 64 575 دينار. فيكم برشا باش يقول لي مسيو تو دو رونتابيليتي، اي صحيح تو دو رونتابيليتي سي ان انديكاتور دو كومباريزون، لكن تو دو رونتابيليتي وقت اللي هو يقول لي معناها وقت اللي يقول لي هو مثلا سولون لانديكاتور ولا دابري لانديكاتور تو دو رونتابيليتي كيلي لو برودوي لو بلو رونتابل، اوكي وقتها تولي البريوريتي تمشي لتو دو رونتابيليتي. سينو سينو نمشيو ديما بالريزولتا توتال. باهي مرام نجم تزيدك مرام، دونك مرام عندها سؤال نسمعوها. حليت لك الميكرو مرام، تفضل حل من عندك. مرام حمودي تنجم تحل الميكرو من عندك. انا سي بون حليت لك ميكرو. باهي هكا سيدي يكون الدوسي الاولاني هذايا نتاع الكو كومبلي كمل. اون اتوندون حاب نسمع سؤال نتاع مرام. سينو صار راو تو دو رونتابيليتي تعمل ريزولتا على الشيفر دافير. باهي جوست ريمارك لهنا صار ابارمون عندها اشكال صغير او نيفو دو تو دو رونتابيليتي، تو ناخذوها حتى كوم ريمارك، ناخذوها كوم ريمارك. التو دو رونتابيليتي هاو كيفاش يتحسب؟ تو دو رونتابيليتي، تو دو رونتابيليتي يا اما نحسبوا بالاونيتير، يعني باش نقول ريزولتا اونيتير على البري دو فونت اونيتير، او بيان نعملو ريزولتا توتال على الشيفر دافير. راهو زوز على فكره باش يعطيونا نفس الريزولتا. دونك رد بالك باللي ساره هاو كيفاش يتحسب. برافو عليك احلام، هاو كيفاش يتحسب التو دو رونتابيليتي. جوست رمارك صغيره لاكثر الاقل.